Hey guys, it's gonna be a minute and honestly كل مرة أشوف minions أتأكد إني أحبهم أكثر. So me beginning a bias for minions 10 out of 10. شوفوا اللي كان كيمتشي ب 40 ريال. لا ب 14. هذا التاريخ الانتهاء. اوكي سوري. لا هذا كيمتشي. شوفوا جايز كافيار كذا صراحة رهيب. هاي جايز شوفوا ايش جبنا من السبين. اول شيء هذي كروسان بالكوكيز. خدنا هذا I'm not sure. هذا stay healthy guys. هذا اللي داري قدايفة ترى موجود عندهم. قبايت guys. هذا country kinder country المفضل لدي. بروتين بار. another قدايفة. روتين كاندي هذا that's it guys. نجرب حقت مارك سبنسر الترنج. شوفوا احس مره لين من جوا كانه مو مستوي او كانه بيض ما ادري. هاي جايز تعالوا اوريكم ايش طلبت من شي ان. طبعا تقدرون تلاحظون المايك. كنا نصور ASMR بس كنا نسولف كثير فاضطريت اسكر الصوت. But it's okay. الحين بقول لكم ايش طلبت. هذا الدرس اول ما فتحت قلت ابى ارجعه. انا وش طلبت بس يوم لبستك كان 100 على 100 رهيب. هذي كأني أعرف هذي إيش. هذي التنورة. صدق إني كنت مرة انتو جابان كوريا فايب. هذي الأشياء سو طلبتها كان نفسي فيها. هذي البلوزة ما جربتها حتى رجعتها. الكواليتي وكان فيلت من أول ما لمستها كنت أوكي برجعها.
اوه هذه البلوزة جايز رهيبة، كل البينترست عندي نفسها، طلبت منها ابيض واسود رهيبة والفت رهيب. اوه هذه الدرس، على اني طلبت مقاسي الا انه طلع وسيع سو رجعته. اوه هذه سكيرت، اوكي الميني سكيرت زي ما قلت لكم كان نفسي بميني سكيرت، صو طلبت اثنين، وهذه you can tell انها دوبل شي المحل. بس الصدق انها ما طلعت حلو علي وفيها شورت من جوا سو رجعتها. هذه نفس التوب الاسود ابيض زي ما قلت لكم طلبت منه ابيض، والفت رهيب كلهم رهيبين. اوه هذه برضو دوب المحل بس رجعتها too much، ما ادري حسيتها ما تليق لي. هذه البلوزة جايز دايما دايما اطلبها، اي طلبية من شي ان لازم اطلب هذه البلوزة رهيبة كأنها. او هذا برضو دوب بس انه too much رسمي فرجعته. هذه الاظافر اول مرة اطلب اظافر وصدق يعني ممكن البسها لانها شكلها اول شيء مقاسي، اول شيء بالعاده ما في مقاسي، ثاني شيء كانها صنعت لاجلي صدق. That's it guys, thank you for watching.